إنجيل الرب يسوع المسيح حسب البشير متى الأصحاح الثاني من الآية رقم 1 حتى الآية 15. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب، وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوقه حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم. يقول الكتاب في الآية الأولى: إذا مجوس. مجوس، من هم هؤلاء المجوس؟ فعلا في أسئلة كثيرة تتعلق بهؤلاء المجوس. وحتى خلينا أعترف أنه كبشر نحن حتى بعد 2000 سنة لا نعرف إلا القليل، ولا توجد لدينا إجابات شافية حتى اليوم. لكن متأكد يوما ما سنلتقي مع المجوس في السماء وسنحصل على الإجابة الشافية. فمن كان هؤلاء المجوس؟ إذا ذهبنا إلى الأصل اللغوي، كلمة مجوس في الأصل الفارسي من كلمة ماجو، وتعني الكاهن أو العالم بالفلك. ورد ذكرهم بشكل خاص في كتاب نبي الله إرميا في الأصحاح 39 الآية 33 والآية 13. أيضا في سفر دانيال تكرر ذكر المجوس بشكل كبير جدا. ومش بس هيك في سفر دانيال، حتى أن الملك نبوخذنصر أعطى لنبي الله دانيال لقب ومكانة كبير المجوس، أي أصبح دانيال كبير مستشاري الملك. لكن في النص اللي بين إيدينا في الأصل اليوناني، الكلمة اليونانية، الكلمة المستخدمة هي كلمة ماجوي باليوناني، وتعني ترجمة العربية مجوس. لكن إذا نظرنا للترجمات باللغة الإنجليزية بيستخدموا ترجمة وايز من، أي رجال حكماء. إذن بالرجوع للأصل اللغوي، المجوس نحن هنا نتحدث عن رجال حكماء وعلماء بالفلك يعملون في بلاط الملوك والأباطرة كمستشارين وكعظماء، أي أننا أمام رجال لهم مكانتهم العلمية والاعتبارية والاجتماعية، ومع ذلك أطاعوا الرسالة التي فهموها من النجم وضحوا وخاطروا بالسفر الطويل ليكونوا في محضر الطفل، طفل بيت لحم. وأيضا هناك سؤال آخر يبرز: كم كان عدد هؤلاء النجوم المجوس؟ في سياق القصة نستطيع أن نستنتج أن عددهم كان كبيرا جدا. لماذا؟ دليل ذلك أن الكتاب يقول أن هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه. لا يعقل أن تضطرب كل مدينة أورشليم وحتى الملك من عدد قليل من الرجال. لابد أننا أمامنا مجموعة جيدة كبيرة من الرجال، مع أنهم قدموا 3 هدايا. هناك فكرة عند الناس لأنهم قدموا 3 أنواع من الهدايا، إذن عددهم 3. هذا الكلام غير سليم، غير صحيح أبدا. يقول الكتاب هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم. لا يعقل أن تضطرب مدينة بأكملها وحتى الملك من عدد قليل من الرجال. وسؤال آخر: من أين جاء المجوس؟ وعلى ظن الأكبر طبعا حسب كما نقرأنا في إرميا وفي دانيال أن بلاد فارس استخدمت هذه الكلمة، وأنهم جاءوا من بلاد فارس أي إيران، وهي إلى الشرق من فلسطين. وبالتالي فوصولهم إلى القدس
وصولهم إلى أورشليم من بلاد فارس كان يعني سفرا طويلا وقطع وهاد وجبال وحتى صحاري. والسؤال لماذا نسأل عن المجوس؟ لماذا نعرفهم؟ لأن الأجوبة تكشف لنا حقيقة حاجة البشرية لرب المجد يسوع. هؤلاء كانوا رجال متعلمون، كانوا رجال أغنياء، كانت لهم مراكزهم المرموقة والمتقدمة في المجتمع، ومع ذلك تركوا كل شيء وراءهم وجاءوا يبحثون عن يسوع. وبالتالي ليس صحيحا ما يقال من رجال الإلحاد أو اللا أدريين أن الفقراء فقط يبحثون عن الله من أجل الحصول على عزاء لأوضاعهم الصعبة. هذا كلام غير صحيح. كل إنسان في الوجود يحتاج إلى رب الوجود، كل إنسان يحتاج إلى الله. الرعاة الفقراء والمجوس الأغنياء كلهم جاءوا إلى رب المجد يسوع، ونحن اليوم أيضا بحاجة أن نبحث ونأتي إلى رب يسوع. وأنا أصلي لكل من استمع أن يولد الله في قلبه جوع حقيقي إلى شبع حقيقي، ولن تجد هذا الشبع إلا من الله الذي يعطي الشبع الحقيقي. ربنا يسوع قال طوبى للجياع والعطاش إلى البر، ليس للأكل والشراب بس، بل إلى بر الله وإلى الحياة الأبدية. نقرأ في الكتاب أن عندما وصل المجوس إلى أورشليم سألوا سؤالا قائلين في الآية الثانية: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق، نجمه في المشرق، وأتينا لنسجد له. لاحظوا هذا السؤال، هناك أربع أمور في هذا السؤال: أين هو المولود؟ رأى المجوس نجم المولود في بلادهم البعيدة، وتبعوا النجم حتى وصلوا إلى أورشليم. وأيامها كانت أورشليم العاصمة السياسية والروحية لشعب الله القديم. من البديهي أن يتم البحث عن الملك في العاصمة، لذلك لم يتوجهوا إلى بيت لحم، جاءوا إلى أورشليم لأنها كانت مليئة الهيكل العظيم والقصور والأسواق. المجوس لم يعلموا أن الملك المولود جاء متواضعا ووديعا، واختار مكانا بسيطا في بلدة مجهولة صغيرة لكي يولد ويعطينا درسا في المحبة والتواضع. توجهوا إلى العاصمة، لكن سؤالهم أين هو المولود كان فيه ثقة راسخة بأنه قد ولد رجل، قد ولد شخص، وولد طفل، وحدد هويته أين هو المولود. لم يتحدثوا عن مولود أم مولود، كان سؤالهم بلغة الواثق وليس المتشكك، وما يريدونه كان مشاهدته بالعيان. لقد آمنوا وصدقوا ولادته بعقولهم وقلوبهم، ولكنهم لم يكتفوا بل صاروا هذا المشوار الطويل، تركوا بلادهم بالإيمان على رجاء أن يكللوا رحلتهم بالعيان. وعلى مدى التاريخ نجد أن رجال ونساء الله بدأوا رحلتهم مع الله بالإيمان، واستعدوا للتضحيات من أجل عقيدتهم وإيمانهم، على أمل يوما ما أن يروا رب المجد بالعيان. فالإيمان هو المفتاح لعلاقتنا مع الله، لأنه صدقوني بدون إيمان، كما نقرأ في رسالة العبرانيين الأصحاح 11 والآية 6، بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. وثق الرعاء المجوس بأن هناك طفل موجود حقيقي وليس وهما، وجاءوا يسألون أين هو المولود، ثم حددوا هويته في السؤال الثاني: ملك اليهود. كان سؤالهم يدل على ثقة بأنه يوجد طفل، وأن هذا الطفل ليس مثل بقية الناس، بل هو ملك. نعم، ملك، ملك اليهود. وصلاتي أن يكون الرب يسوع اليوم ملك على حياة كل إنسان يقول أنا مسيحي، حتى لو بالاسم. يسوع هو ليس مجرد ملك، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب، هو ملك الحياة، ملك الوجود، هو ملك ورب كل من يطلبه في أي مكان وأي زمان. أين هو؟ ملك. هل هو ملك في بيتك، في أسرتك، في حياة أولادك، في كنيستك؟ صلاتي أن يملك علينا الرب كل يوم، وأن نطيع أوامر الملك. ثم أيضا نقرأ في سؤالهم كلمتهم ورأينا نجمه. النجم بالنسبة للمجوس كان الدليل الواقعي والعملي على ولادة الرب يسوع. النجم لم يكن أين نجم، بل هو نجمه. الهاء هنا تعود إلى شخص الرب يسوع المسيح. رأوا نجم الطفل الموجود يسوع المسيح،
نعم، رأوا نجم يسوع، رأوا نجم الملك المولود. وهذا يعني بكل بساطة أن الله الذي خلق الكون كله بكل ما فيه من نجوم ومجرات وكواكب حرك نجما ليكون هاديا في الطريق إلى الباحثين عن رب المجد. صلاتي أن كل منكم يكون نجما ويقود من يبحث عن الحق إلى رب المجد يسوع. هل أنت نجما تهدي الآخرين؟ ثم قالوا وأتينا لنسجد له، أي أن المجوس عرفوا هدفهم حتى قبل بداية رحلتهم. جاءوا لأنهم أرادوا أن يمجدوا الملك المولود لكي يقدموا له حقه في العبادة والسجود. ولاحظوا هنا قالوا لنسجد له، والكلمة اليونانية المستخدمة هون أنا أعطيكم إياها بروسكو نيساي تعني حرفيا سجود العبادة والصلاة وليس سجود الاحترام والتقدير. جاءوا بهدف سجود العبادة والصلاة. وعندما نعبد الرب نتذكر شيء مهم جدا، أن لا تكون عبادتنا رخيصة بل أن تكون لنا قيمة. كان المجوس مستعدين للتضحية، ضحوا براحتهم، ضحوا باستقرارهم، سافروا مسافات طويلة في الصحاري والوهاد والهضاب من أجل أن يلتقوا برب المجد يسوع. صدقوني العبادة المجانية لا قيمة لها. المجوس كما رأينا ضحوا براحتهم، ضحوا بمركزهم، تحملوا مشاق السفر، وهذا يتفق تماما مع ما نقرأه في كلمة الله في صموئيل الثاني الأصحاح 24 والآية 24، حيث يقول الملك والنبي داود، ماذا قال نبي الله داود بوحي من الله؟ قال لا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية، لا أصعد للرب إلهي. وأيضا في رومية 12:1 نقرأ فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. عندما تعبد الله قدم له أثمن ما عندك، قدم له ذاتك، قدم له هذه الأنا، هذه الذات التي أحيانا تسيطر وتأخذ مكان الله في حياتك. قدم له ذلك لأنك تملك على حياتك، وقل أنا لست لذاتي بل لمن خلقني وصورني ودفع بدمه ثمن خطاياي بدمه الطاهر على الصليب. اسأل نفسك ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته؟ الله يريدك أنت، يريدك شخصيا، الله يريد قلبك، ومن قال أعطني قلبك، الله يريدك أن تسير معه، أن تبتعد عن الشر وطرقه الكثيرة وأن تسير مع الله في طرقه الصالحة والمقدسة. كانت عبادة المجوس ثمينة، تركوا المركز، خاطروا بحياتهم في السفر، ثم قدم له هدايا ثمينة جدا، قدم له ذهبا ولبانا ومرة. عادة الذهب يرمز إلى مجد، للمجد والملكوت، الذهب يقدم هدية تقدم للملوك، فبتقديمهم الذهب لرب المجد يسوع كان هناك اعترافا عمليا ليس فقط لفظيا، اعترافا عمليا أنك أنت أيها الطفل هو أنت الملك. سألوا أين هو نورود ملك اليهود لفظيا، ثم قدموا هدية الذهب، أي أنهم مارسوا ما آمنوا به. الملك الذهب يقدم للملوك، وربنا يسوع المسيح هو ملك. المجوس قدموا الذهب، ماذا تقدم أنت؟ الذهب يليق تماما برب المجد، الله فعلا يستحق أن نقدم له أغلى ما عندنا ذهبا. أيضا قدموا اللبان، واللبان عادة يرمز إلى لاهوت الرب يسوع المسيح لأنه الله متجسد. اللبان يقدم كعطية للكاهن كي يرفعه لله، وهذه الهدية تشير إلى كهنوت ربنا يسوع وأيضا لاهوته. الرب يسوع هو الله الذي نقدم له البخور، والبخور يرمز لعبادة الناس لربهم وخالقهم. عادة اللبان هو عبارة عن عصير من شجرة، هذا العصير يجفف يصبح قاسيا وبالتالي يحرق كبخور. والله ينظر إلى عصارة قلبك، هل عصارة قلبك هي المحبة، هي الصلاة لشخص ربنا القدوس؟ الله يستحق أفضل من يخرج من قلوبنا وعقولنا، الله يستحق أن نعبده بالروح والحق. وأيضا قدموا له مرا، والمر يرمز عادة إلى نفسوت الرب يسوع المسيح. فالرب يسوع المسيح جاء بصورة إنسان
لكي يفتدي الإنسان على الصليب. المر عطية تقدم للموتى، وكأنهم في حديثهم عرفوا سلبا أن الرب يسوع سيموت، وفعلا قد مات على الصليب. العطر اللبان عادة هو عطر طيب زكي الرائحة، يستخدم في دهن وتكفين الموتى في أيام الرب يسوع، وهذه إشارة إلى حقيقة تمت، وأن المسيح مات لفداء البشرية. إذن في مجيء المجوس وفي معنى اسم المجوس، على الأقل بالترجمات غير العربية أنهم تعني حكماء، نجد هناك حكمة. كانت هناك حكمة في كل ما قام به المجوس. والسؤال، أين نجد الحكمة في قصة المجوس؟ إذا تأمل القصة مرة أخرى، نجد أن حكمة المجوس تجسدت على الأقل في أربعة أمور. حكمة المجوس تجسدت أولا في قرارهم في السفر بحثا عن الطفل المولود. أدركوا أن الله يعمل حتى من خلال حركة النجوم. بدأوا رحلتهم في البحث عن ملك مولود دون معرفة أي تفاصيل، دون أن معرفة أي شيء. بدأوا الرحلة فقط من حركة النجوم. أيضا تجسدت حكمة المجوس في سجودهم وعبادتهم وصلاتهم للطفل المولود. أدركوا أنهم في محضر الله الذي خلق الجميع والذي أخذ صورة إنسان. أيضا ظهرت حكمة المجوس في عطاياهم وتقديماتهم الثمينة للملك، فقد فتحوا كنوزهم وقدم له الذهب لأنه الملك، واللبان، البخور، والمر. وأيضا ظهرت حكمة المجوس في طاعتهم لوحي الله وعدم رجوعهم إلى الملك المجرم هيرودس. هيرودس كان يخطط لقتل الطفل المولود، لكن الله أوحى لهم أن لا يعودوا إليه، فأطاعوا الله، وكأن لسان حالهم يقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. الله ينظر إلينا اليوم، يتوقع منا أن نقتدي بحكمة المجوس. صدقوني ما نعرفه اليوم يفوق مرات كثيرة جدا جدا عما عرفه المجوس عن الرب يسوع المسيح. رغم معرفتهم المتواضعة، جاءوا باحثين عنه وقدموا له هدايا، وبالتالي عمل المجوس وحكمتهم تتحدانا اليوم، تتحدى كل إنسان في الوجود. هل نبحث عن يسوع المخلص أم نقتنع بما نحن عليه؟ صدقوني أن كل أموال الدنيا وديانات العالم وكل مباهج العالم لا قيمة لها مقابل أن تعرف الرب الحقيقي، الله الحقيقي الذي تجسد في طفل المضود يسوع المسيح. الله يريدنا أن نأتي ليسوع لأنه ملك الحياة، أن نسجد له بخشوع مقدمين له قلوبنا وحياتنا، ثم نكمل مسير طريقنا في السير حسب إرشاد الله وليس حسب متطلبات الناس، كما فعل المجوس بالضبط. كملوا طريقهم حسب إرشاد الله وليس حسب قول الملك أي السلطات الأرضية. وبالتالي في قصة المجوس لدينا دروس كثيرة لحياتنا اليوم. على الأقل هناك خمسة دروس لنا الآن اليوم. الدرس الأول، أن الله ما يزال وسيبقى رب التاريخ وسيد التاريخ ويعمل في التاريخ حتى تصل البشارة الإنجيل إلى كل إنسان مهما كان بعيدا عنه، حتى في الدول المغلقة. أن أشكر الله من أجل التكنولوجيا المعاصرة، أن كلمة الله تستطيع أن تكون في أظلم الأماكن روحيا. أشكر الله، الله ما يزال هو الرب والسيد. الله استخدم نجما سماويا لإرشاد المجوس من بلاد فارس ليأتوا إلى أورشليم بحثا عن المولود رب الوجود. الله يحب كل إنسان، كانوا وثنيين لكن الله يحبهم. ومن يقول أن الله فقط له، أنه شعب مختار دون الآخرين، صدقوني أن الله يريد الجميع ويختار الجميع. الله يريد أن جميع الناس يخلصون، وهو لا يشاء أن يهلك أحدا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. الله يعرف أن الجميع يعيشون في ظلمة روحية، ظلمة الخطية، ظلمة ديانات العالم، ويريد أن يرشد الجميع إلى نور الإنجيل. الدرس الثاني الذي نتعلمه من المجوس، أما الله يريد منا أن نطلبه باجتهاد. لاحظوا المجوس قطعوا مئات الأميال بحثا عن الطفل. الرحلة كلفتهم المال، الوقت، احتمال المخاطر، مشاق السفر. وهذا درسنا لليوم، هل نطلب الله ونعطيه حقه في البحث والاجتهاد والمثابرة؟
صدقوني شيء مخجل لما تقرأ عن علماء الشريعة في القدس. كانوا منخرطين في طقوسهم الدينية، وعندما سأل المجوس السؤال أجابوا جوابا صحيحا أنه ينبغي أن يولد في بيت لحم، لكن لم يكلف كل رجال الدين في أيام ربي يسوع المسيح، لم يكلفوا خاطرهم أن يقطعوا أميال قليلة، أميال قليلة فقط تفصل بيت لحم القدس، لم يكلفوا خاطرهم كل رجال الدين أن يأتوا ليجدوا الطفل مولود. كانوا مشغولين بطقوسهم وعبادتهم ومباهجهم وملابسهم الفخمة ومراكزهم وامتيازاتهم عند الملوك والسلطات، لكن لم يأتوا لرب المجد. والتاريخ يكرر نفسه حتى اليوم للأسف الشديد، المتدين والذي في مركز يهتم فقط بوضعه ولا يهتم من يأتي ليسجد للطفل المولود. الله يريدنا أن نطلب باجتهاد. شيء آخر نتعلمه من المجوس أن كل واحد منا يحتاج إلى السجود للرب يسوع. صدقوني عبادة الله ليست أمرا إجباريا، بل هي امتياز واختبار نابع من إرادة حرة. جاء المجوس بإرادتهم الحرة طالبين الرب يسوع ليسجدوا له ويقدموا هداياهم لله. الله لم يفرض عليهم المجيء لكن جاءوا. وحتى اليوم الله لا يفرض علينا أن نصوم ونصلي ونحج وكل هذه الأمور حتى ونعطي. الله يريدنا أن نعطي ونصوم باختيارنا. أنا أريد أن أطبعك يا رب، أنا أريد أن أصلي لكم، أنا أريد أن أعطيك من عشوري وتقدماتي طوعا كما جاء المجوس طوعا. لم يفرض عليهم أحد المجيء، جاءوا طوعا وسجدوا وقدموا. هل تأتي طوعا وتسجد وتقدم لمن أعطاك كل شيء حتى خفقات قلبك بين يديه؟ هذا هو إلهنا. إذن درس آخر نتعلمه من المجوس أن كل إنسان في الوجود يستطيع أن يجد وأن يعرف الله الحقيقي. المجوس الغرباء رغم كل العقبات والحواجز الكثيرة استطاعوا أن يجدوا يسوع وعرفوا الله الحقيقي. كانت أمامهم حواجز حضارية، المجوس من حضارة فارسية تختلف عن حضارة شعب الله القديم، حواجز لغوية، تكلموا اللغة الفارسية في حين لغة شعب الله القديم كانت اللغة الأرامية في الحديث وأيضا العبرانية في الصلاة وفي الكتابة. أيضا حواجز دينية، المجوس كانوا أتباع ديانة زرادشت، شعب الله يعرف في الأرض كانوا يعرف الله الحقيقي. حواجز جغرافية، قطعوا مئات الأميال. رغم كل هذه الحواجز الحضارية واللغوية والدينية والجغرافية، أيضا كان هناك حواجز أيضا سياسية. الملك هيرودس الشرير أراد أن يقتل وأراد، وأيضا كان هناك حاجز آخر من رجال الدين غير مبالين. فالأمر لم يكن سهلا عليهم أن يصلوا إلى يسوع، ومع ذلك تخطوا كل العوائق ووجدوه. لذلك مهما كانت خلفيتك يا إنسان، إن كنت تتبع أي دين أو عقيدة وهناك فعلا ضغوط وممكن حتى تهديد بالقتل، لكن اعلم أن الله يريد لك الأفضل. الله يريدك أن تتحدى الصعاب، أن تتخطى العوائق. خلاصك الأبدي وغفرانك وحياتك الأبدية أثمن جدا من كل الديانات، من كل ما تعمله من طقوس، لأنه بالإيمان نخلص، والخلاص نعمة وليست ثمر عملك، بل ثمر عمله بموته وقيامته له كل المجد. أنا بشكر الله من هذه الدروس التي نتعلمها من المجوس، وبالتالي لنسأل أنفسنا اليوم، ماذا أستطيع اليوم أن أقدم للطفل المولود يسوع؟ إحنا بنعرف لما يولد طفل في عيلة شو بنعمل كأصدقاء وأقارب؟ عندما يولد طفل أسرة نأخذ هدية ونذهب للتهنئة بالمولود. ما الهدية التي أحضرتها للرب يسوع في هذا العيد؟ هل تقدم له من عشورك، من وقتك؟ الله يريدك بشكل كامل، الله يريدك أن تعطيه حياتك. الله يقول لك تعالى وأنا مستعد أن أطهر قلبك من كل نجاسة، من كل شر، من كل إثم، وأعطيك الغفران والحياة الأبدية. فهل تقدم حياتك لله ومن ثم تقدم حياتك للآخرين؟ أعطي لأسرتك حب عملي، أعطي لأصدقائك، لإخوتك، لأخواتك في الكنيسة، لكل إنسان يضعه الله في طريقك، اخرج من قلبك كل حقد وكراهية ورفض للآخرين. اقبل الناس الذين قبلهم رب الناس. ستكون إحنا نرفض الناس مع أن الله قبلهم. اغفر لمن أساء إليك حتى يغفر لك الله. الذي تزرعه حتما ستحصده.
ازرع محبة فتحصد محبة، ازرع غفران ومسالمة تنال غفران ومسالمة، ازرع كراهية ورفض ستكون مكروها ومرفوضا. لذلك في عيد الميلاد دعنا نكون مثل الرعاة. يقول كتاب: عندما رأوا الرب النجمة فرحوا فرحا عظيما جدا. ليتنا نفرح بطفل المدود، نفرح بغفران خطايانا، نفرح بالإخوة والأخوات، نحتفل بهم لأننا سنمضي الأبدية معهم. وأيضا الله يريدنا حتى نفرح حتى بمن يضطهدون بأن نصلي من أجلهم، هذا امتياز، وأن نحبهم حتى لو كانوا أعداء. هم اختاروا موقف العداء، ولكن نحن لا نختار موقف العداء لأحد. أطلب من الرب فعلا أن يطهر قلبك، أن يمنحك الحياة الأبدية. أطلب منه بصدق أن يدخل إلى حياتك ويخلق منك إنسانا جديدا. له كل المجد.